روسيا والصين وفرنسا ومالطا واليابان لصالح القرار الذي قدمته الجزائر، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وحمل المندوب الروسي في كلمة عقبت التصويت الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية سقوط عشرات الآلاف من الفلسطينيين، مضيفا أن الولايات المتحدة تغمض أعينها عن الفظائع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. Those against. فيتو أمريكي أسقط محاولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. مشروع القرار الذي أعدته الجزائر حصل على دعم 12 عضوا من أصل 15 في مجلس الأمن وامتناع بريطانيا وسويسرا عن التصويت. 12 votes in favor. نتيجة أكدت الجزائر أنها لن تعيق جهودها للعودة إلى المجلس حتى حصول فلسطين على العضوية الكاملة. Yes, we will return. نعم، سنعود إلى مجلس الأمن وسنكون أقوى وبصوت أعلى. الاعتراض الأمريكي جاء منفردا وبررته الولايات المتحدة بأن فلسطين غير مؤهلة لنيل العضوية بسبب سيطرة حركة حماس على جزء أساسي من أراضيها، فضلا عن ضرورة أن تكون العضوية نتيجة للمفاوضات مع إسرائيل. الطريق الأسرع نحو دولة للشعب الفلسطيني هو المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ولعله أصبح الرد الفلسطيني على الفيتو الأمريكي شدد على أن الحق الفلسطيني في تقرير المصير لم يخضع للمساومة يوما، خصوصا في وجه الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه. هل ستعطوها حق الفيتو على حقنا في الوجود على أرضنا وعلى حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟ المندوب الإسرائيلي شكر الإدارة الأمريكية على التصويت بالفيتو واتهم السلطة الفلسطينية بدعم الإرهاب، إلا أن كلمته قوبلت بانسحاب عدد كبير من الوفود الدبلوماسية من القاعة. الفيتو الأمريكي ضد انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كان مؤكدا، لكنه لن يمنع تكرار المحاولة مجددا في الأسابيع المقبلة، فضلا عن إمكانية طرح مشروع القرار أمام الجمعية العامة، حيث يرجح أن يحصل على دعم الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. من نيويورك، نبيل أبي صعب، العربي.